منتجنا لليوم هو اكسبريس كلر، منتج خاص كالكاموفلاج بيساعدنا لتخطيط جذور الشعر سواء كانت المشكله الشيب الفراغات او حتى اختلاف اللون. وايضا ممكن نستخدمه، والحلو فيه انه نقدر نستخدمه على الحاجب، ممكن نغير شكل الحاجب تماما من خلال استخدام اكسبريس كلر. شو اللي يميزه؟ انه مصنوع من الشمع، فابدا درجه الحراره المرتفعه او حتى المي ما ياثرون فيه، فهو ضد المي، ما يخز ابدا عن الشعر الا باستخدام الشامبو، وما يستخدم ابدا ولا ينشال عن الحاجب إلا مع استخدام مزيل المكياج أو حتى غسول الوجه. لا تنسوا مشاهدينا هذا المنتج خصيصا قدم لكم من أمريكا، عشان تستفيدون من مميزاته، وما في أبدا أي خبير التجميل ما عندها هذا المنتج في شنطتها تستخدمها على أساس يتم على الحواجب أو يتم على الشعر لفترات طويلة وما يتأثر لا بالعرق ولا بالحرارة ولا بأي شيء. أشوف أرويكم المنتج مرة ثانية. هذا المنتج المميز اللي قدمنا اليوم موجود في بوكس، هذا البوكس رائع، ممكن نشله ويانا أي مكان في شنطتنا ناخذها معنا في السفر، ويوم نفتحها بنحصل كل شيء نحتاجه في مكان واحد. عنا العلبة اللون، وأذكركم حين براويكم الألوان بالتفصيل مرة ثانية، بالإضافة إلا أنه في فرشتين، عنا فرشة خاصة بالشعر، هاي الفرشة هي شوية عريضة على أساس نقدر إن احنا نغطي مساحة كافية أو كمية كافية من الشعر، بالإضافة إلى الفرشة المميزة المقدمة مع إكسبريس كولر، وهي الفرشة المشطوبة اللي نقدر نستخدمها على الحاجب، بتسهل لنا استخدام المنتج مثل ما شفتوا معنا اليوم في الاستوديو. والألوان اللي قدمت لكم اليوم هي 5 ألوان أساسية أي سيدة تحتاجهم، وعنا أول شيء عنا اللون الأشقر مثل ما تشوفون، حتى طريقة تعبئة المنتج وايد مميزة، وبالتالي هو بيتم معنا لفترات طويلة لأن الكمية المقدمة لها هي كمية كافية تتم معنا لفترات طويلة. ومثل ما قلت لكم دائما نحن مشاهدينا يكون عندنا في شنطتنا وفي علبة مكياجنا منتج خاص لتجميل الحواجب، لكن كل المنتجات الثانية ممكن تسبب السيلان أو تسبب أي مشاكل ثانية. استفيدوا من المميزات الرائعة اللي نحن قدمناها اليوم لكم مع إكسبريس كولر.